السلام عليكم. يقاس المرء بعمله، فهو محسن إن أحسن ومسيء إن أساء، غير أن لا نملك أن نلقي حكما كهذا على أمة كاملة أو شعب بأكمله. وجود ثمرة فاسدة في بستان لا يعني أن تقطع كل الأشجار. في كل مكان هناك الصالح والطالح، والله لم ينصب أحدا من البشر ليصنف الناس ويحكم بصلاح هذا أو فساد ذاك. قد يحلو لبعضهم الحديث عن الفساد في المغرب، لعله ما جاء إليها إلا بحثا عنها، ولو سأل عن معاهد التعليم ودور العبادة ومراكز القرآن لوجد ما يبهره. المغرب فيها ما يزيد على 34 مليون نسمة من الفضلاء والعلماء والنبلاء، من الرجال والنساء، فاختصار هذا الشعب في مجموعة صغيرة من أهل المعصية والفساد طريقة يأباها أهل الشهادة والإنصاف. لكن الإنصاف عزيز. قبل سنوات عقدت مسابقة للقرآن الكريم عندنا في البحرين باسم مسابقة القارئ العالمي. أغلب الجوائز حصدها شباب المغرب في أغلب الفروع. وقتها قلت عن هذا المشهد تسونامي مغاربي، أقولها وأنا متيقن، لو رفع القرآن من صدور أهل المشرق فلا تخف، ستجده في قلوب أهل المغرب. من الصعب علي بأني في هذه الدقائق اليسيرة أستحضر كل ما سطره التاريخ عن مواقف أهل المغرب، فدورهم في الجهاد والرباط والفتوحات لا ينكره عاقل. فمن نشر الإسلام في أدغال أفريقيا، ومن أوصل الإسلام إلى ربوع أوروبا، سلوا روما وبرلين وإسبانيا وباريس، من أسس فيها المراكز الدعوية والمعاهد الإسلامية، ستجدهم أهل المغرب بجانب إخوانهم من أهل ليبيا وتونس والجزائر. هذه الشعوب المغاربية، أقصد المغرب الإسلامي، كلهم على ثغر عظيم لنصرة الدين. قديما وحديثا أرض المغرب أنجبت علماء برعوا في كل مجال، منهم الفقهاء والمقرئون وعلماء الإسلام. أنا لما أذكر المغرب ما يجي في بالي إلا علماؤها، النحوي أبو علي القالي، والفلكي الحسن المراكشي، والقاضي عياض فقيه الإسلام، وابن الطيب الشرقي، وابن غازي الفاسي، ومحمد بن إدريس العمراوي، والمحدث المفسر ابن رشد السبتي، وشيخ مشايخنا الرحالة محمد تقي الدين الهلالي، وشيخ مشايخنا العلامة الحافظ الكبير المحدث عبد الحي الكتاني الذي بلغت مؤلفاته أكثر من 250 مؤلف. الواحد يذكر من ويترك من، وأنا بحمد الله مما تشرف به أنه يجمعني بعلماء المغرب نسب علمي، فإسنادي يتصل بعلماء وأعلام وفقهاء المغرب عن طريق كوكبة من المحدثين، وعلى رأسهم الشيخ المعمر عبد الرحمن الكتاني، والشيخ محمد أمين أبو خبزة رحمه الله، والشيخ محمد البقالي الطنجي، وشيختنا ومجيزتنا الشريفة كنزة بنت محمد المهدي الكتانية رحمها الله وغيرهم. هذه المغرب التي أعرفها. أنا في المغرب أبحث عن علم فأجد العلم، وغيري يبحث عن أمر آخر فهذا شأنه. نحن نعرف بلاد المغرب وأهلها، بلد كله حضارة وكله تاريخ وكله علم. لو نطق الجدار في المغرب لنطق حضارة، ولو نطق الحجر في المغرب لنطق تاريخا، ولو نطق الورق في المغرب لنطق علما. يكفي أن المغرب تحتضن جامعة القرويين بمدينة فاس، وما أدراك ما جامعة القرويين، أقدم جامعة في العالم بحسب اليونسكو، فقد بنيت في منتصف القرن الثالث الهجري، وما تزال إلى الآن تخرج العلماء والفقهاء وذوي الشأن الكبير. فليعلم كل مدع للثقافة والعلم وكل مفاخر بشهادته العلمية أو رتبته الأكاديمية أن في رقبته دين للمغرب. فهذه الجامعة هي أول مؤسسة علمية اخترعت الدرجات العلمية والكراسي العلمية المتخصصة في العالم، فلها كان السبق، وكانت هي حاملة المشعل، ومنها انطلقت البارقة الأولى. فإن تعجبت من الأولى فتعجب من الأخرى، بأن من شيدها سيدة مغربية هي فاطمة الفهرية. المغرب رجالها رجال دين وخلق، ونساؤها نساء عفة وفضل. كيف بك لو رأيت النساء المغربيات الشريفات العفيفات وهن يتهافتن على المساجد ويتوافدن على الدور القرآنية.
لحفظ القرآن وتعلم الشريعة، وحتى الأساتذة فيهم الرجال والنساء. في المغرب سترى نساء عالمات وفقيهات وحافظات لكتاب الله يحملن أعلى الشهادات في العلوم الشرعية والأدبية والفقهية وكذا العلوم العصرية. وحيث نظرت في المغرب على مد بصرك تستوقف نظرك قباب المساجد والمآذن، وهي وقت الصلاة ملأى بالمصلين والذاكرين. أما مساجدها في ليل رمضان فلها حال أخرى، تكاد تظن أن نجوم السماء قد نزلت إلى الأرض، فهي مزدحمة بفضلاء المغرب ونبلائها وعبادها، في منظر تقشعر له أبدان الموحدين وترق له قلوب المؤمنين. أهلها أهل كرم وطيبة وحفاوة مع القريب والغريب، أزعجونا بالحديث عن أهل الفساد في المغرب، وما حدثونا عن أهل العبادة والفضل والعلم والكرم. وفي ختام هذه الكلمة، إن كانت لي من نصيحة لأهل المغرب ولغيرهم ممن ابتلوا بالفساد والمجاهرة بالذنوب والعصيان، لا تسيئوا إلى شعوبكم بفعلتكم فتلك شؤم المعصية. فئة قليلة شاذة تجاهر بالمعصية تجرئ مفلسا لا يسوى فلسا على أن يسيء إلى أمة فاضلة بأكملها. حياكم الله يا أهل المغرب، تساميتم عن كل مسيء، فسهام الباطل لا تجد طريقها إلى نفوس أهل الحق. الله يتولاكم، وما كان الله ليضيع أجر المحسنين.